هاي الجليب ولا الحساوي سيدي؟ شوفوا هذا دوار بس بالعتمة على قولة السوريين والظلمة، أدوار إبليس أعاذنا الله من، بس مثل من كثر الزحمة والشارع محفر. اي والله شوفوا الدوار مختفي. بس كلها عمال هذه المنطقة يعني ما في لها بديل. الله سمعوه شلون عشان تعرفون التعب للي يجي هني بهالمنطقة. الله يسامح الأشغال.